المحاضرة التاسعة من عمل نظم المعلومات الجغرافية. الفيديو الأول. هذه المحاضرة بعنوان معالجة المعطيات المكانية. ماذا نعني بمعالجة المعطيات المكانية؟ الخرائط يمكن والمعطيات يمكن أن نحصل عليها من مصادر متعددة، يمكن أن نحصل عليها من النت، يمكن أن نحصل عليها من الداتا مفتوحة المصدر من مشروع أعد سابقا، لكن هذه الخرائط أحتاج أن أعدل عليها لتصبح ملائمة لمشروعي، تصبح ملائمة لمشروعنا الشخصي. سنعمل على المشروع الجاهز توتوريال 8.1. إذا توتوريال 8.1 ماذا يحوي هذا المشروع الخاص الذي أعد سابقا؟ يحتوي على طبقة خطية هي نيويورك مترو روتس، إذا خطوط المترو في أو طرق المترو في ولاية نيويورك، وطبقة مضلعات هي البوروس وهي البلدات الموجودة في ولاية نيويورك أو المقاطعات الموجودة في ولاية نيويورك. ما المهمة التي سأنفذها؟ ما الداتا التي أريد أن أستخلصها من هذه الداتا المتوفرة بين لدي؟ أولا سأستخلص مقاطعة منهاتن، سأقوم بتحويل منهاتن إلى شيب فايل مستقل. أنا يهمني العمل على منهاتن فقط، باقي المقاطعات هذه لا تهمني، لذا لا داعي لوجودها في الخريطة التي سأعمل عليها، يكفيني فقط وجود منهاتن. كيف سأنفذ هذه المهمة؟ منهاتن طبعا هي اسم المقاطعة التي سأريدها وهي موجودة ضمن خصائص الطبقة، هذا هو نيم أسماء المقاطعات موجود ومنهاتن موجودة ضمن الخصائص. بما أنها من خصائص الطبقة لذلك يمكن أن أستخدم Select by Attribute لتحديد منهاتن. إذن اللاير الطبقة التي سأحدد منها هي البوروس، وسأحدد هنا قلنا هذه الطرق للطالب حرية الاطلاع عليها، ذكرنا هذا سابقا. الخيار المناسب هو Create a New Selection. سأحدد بالاعتماد على الخاصية Name، منهاتن بالنقر المضاعف تكتب هنا. الاسم ماذا يجب أن يساوي؟ يساوي، ونأخذ من Get Unit كل القيم المتاحة في الحقل Name. في الحقل Name هذه هي القيم المتاحة، أنا القيمة المناسبة لي هي منهاتن. هنا يوجد أسماء كل المقاطعات، أخذ منها منهاتن وأوكي، تصبح منهاتن محددة. طبعا دائما يوجد عدة طرق لتنفيذ المهمة وكلها تعطيني نفس النتيجة والنتيجة الصحيحة. مثلا هنا كان يمكنني اتباع طريقة أخرى وتعتبر هي الأفضل. لماذا تعتبر هي الأفضل؟ لنلغي التحديد. تعتبر هي الأفضل لأن المقاطعات معنونة في هذا المشروع بأسمائها، إذا كل مقاطعة هنا كوينز معنونة، هنا بروكلاين معنونة، وهنا منهاتن، إذا منهاتن معروف موقعها بالنسبة لي، لا حاجة لسيلكت باي أتريبيوت، كان بإمكاني مباشرة من هنا من أداة التحديد أنقر على منهاتن وتصبح منهاتن محددة. مع الانتباه أن النقر يجب أن يكون في منطقة فارغة من منهاتن وليس على طريق كي لا يتحدد الطريق. بعد أن أصبحت منهاتن محددة سأحولها إلى شيب فايل مستقل. كيف يمكن أن نفعل ذلك؟ أخذناه سابقا، نقر يميني على البوروس، وبما أنه سيصبح شيب فايل مستقل يمكننا أن نستخدمه في مشاريع أخرى فيجب أن يكون موجود في قاعدة البيانات. فنأخذ من داتا export data، تعلمنا هذا سابقا، وأيضا في السابق ركزنا على هذا الخيار selected feature، هو ما نقوم بتصديره selected features. إذا فقط الكائنات المحددة سأصدرها إلى shape file مستقل، وهنا عندي منهاتن فقط محددة، إذا ستتحول منهاتن إلى shape file مستقل. أين سأخزن هذا shape file المستقل؟ هنا في مجلد نيويورك. طبعا مجلد نيويورك موجود ضمن مجلد يونايتد ستيت، اذا مجلد يونايتد ستيت موجود بداخله مجلد نيويورك. هنا ساخزن الشيب فايل الناتج وسوف اعطيه اسم منهاتن، اسم منهاتن.
طبعاً الامتداد shape file، ونوع الحفظ هنا shape file و save. أوكي، لنافذة الإكسبورت يسألني إن كنت سأضيف هذه الطبقة الجديدة منهاتن إلى خريطتي. نعم، ظهرت هنا طبقة منهاتن التي أنشأناها سابقاً. هذه المنهاتن أصبحت موجودة هنا. الآن المهمة التالية التي أريدها، إذن لو أخفينا البورس كلها تبقى منهاتن ظاهرة، تبقى منهاتن ظاهرة لوحدها شيب فاي مستقل، لاير مستقلة. المهمة التالية ما هي؟ أريد أن أعمل على طرق المترو الموجودة ضمن منهاتن فقط، أريد أن أعمل على طرق المترو الموجودة ضمن منهاتن فقط، إذن باقي طرق المترو أيضا لا تهمني. كيف سأقوم باستخلاص طرق المترو الموجودة ضمن منهاتن من طبقة طرق المترو الكلية؟ ما العلاقة التي تربط بين طرق المترو المطلوبة بالنسبة لي ومنهاتن؟ هي طرق المترو المتواجدة ضمن منهاتن، إذن سأحدد بالاعتماد على موقع طرق المترو بالنسبة لمنهاتن، إذن سأحدد بالاعتماد على الموقع. لذلك نذهب هنا من قائمة Selection ونأخذ Select by Location، إذن التحديد بالاعتماد على الموقع. نفتح هذه النافذة، طبعا يجب الانتباه إلى أن منهاتن محددة. يمكن للطالب القراءة هنا التفسير أني سأحدد الكائنات بالاعتماد على موقعها بالنسبة لكائنات من طبقة أخرى. هنا Selection Method، طريقة التحديد هي نفسها المذكورة هناك، يوجد عدة طرق للتحديد نفسها تقريبا موجودة في Select by Attribute، للطالب يمكن أن يطلع عليها. سأختار منها Select Features From، الكائنات التي سأحددها من أي طبقة، من أي طبقة. سأحدد إذن من طبقة نيويورك مترو روتس، إذن من طبقة خطوط أو طرق المترو هي الكائنات المطلوب تحديدها. هذه الكائنات المطلوب تحديدها، هذا التحديد يعتمد على موقعها بالنسبة لطبقة البورس، لطبقة البورس المقاطعة. طبعا هنا يجب الانتباه إلى هذا الخيار Use Selected Features، Use Selected Features يجب أن يكون فعال، أي سأستخدم فقط الكائنات المحددة من طبقة البورس، سأستخدم فقط الكائنات المحددة من طبقة بورس وهي منهاتن. ما العلاقة الرابطة بين منهاتن وطرق المترو المطلوب تحديدها؟ بما أن العلاقة بين خط ومضلع هي علاقة بين خط ومضلع، إذن هي علاقة تقاطع، علاقة تقاطع، وبالتالي تحدد كل الخطوط الموجودة ضمن منهاتن أو المتقاطعة معها، أو المتقاطعة معها، إذن intersect هي العلاقة المطلوبة. وأوكي، تحدد طرق المترو المتقاطعة مع منهاتن، تحددت كل طرق المترو المتقاطعة مع منهاتن. وهنا يمكنني الآن أن أحول طرق المترو هذه التي حددتها إلى شيب فايل مستقل بنفس الأسلوب، بنفس الأسلوب. إذن نقر يميني وداتا، إكسبورت داتا، أيضا نأخذ المحدد فقط وأخزنه أيضا في مجلد نيويورك وأعطيه اسم منهاتن. روتس مثلا، وهو شيب فايل وحفظ، وأوكي، وسوف يتم إضافته إلى الطبقة، تتم إضافته إلى الطبقة. ننهي الفيديو هنا، نتابع في الفيديو التالي، الفيديو الثاني، نتابع العمل من حيث توقفنا في الفيديو الأول. خلاصة ما قمنا به سابقا أننا حددنا مقاطعة منهاتن وحولناها إلى شيب فايل مستقل، أيضا حددنا كل طرق المترو الواقعة ضمن مقاطعة منهاتن وأيضا حولناها إلى شيب فايل مستقل. ما
بعد أن قمت أنا باستخلاص الداتا التي تهمني، إذن الداتا الأصلية الكلية لم تعد تهمني، وجودها في الخارطة هنا أو في مشروعي الشخصي أصبح غير ضرورياً، وبالتالي يمكنني إلغاء ظهور طبقة بورس الكلية التي استخلصت منها منهاتن. أيضاً يمكنني إلغاء ظهور طبقة خطوط المترو الكلية التي استخلصت منها خطوط المترو الواقعة ضمن منهاتن. إذن نلغي تفعيل طبقة نيويورك مترو روتس. هذا هو مشروعي الخاص، يحوي فقط على الداتا التي استخلصتها من الداتا الكلية والتي سأعمل عليها. لكن باقي خطوة نلاحظ لو قمنا بالتكبير قليلا. نلاحظ هنا يوجد بعض طرق المترو التي تمتد إلى خارج حدود منهاتن، وأيضا هنا وهنا، إذن يوجد طرق تمتد خارج حدود منهاتن. هذا غير مقبول لأنه لا يوجد مقاطعات تحيط بمنهاتن، وبالتالي تبدو هذه الطرق في الفراغ. لابد من إذن قص أو اقتطاع كل الطرق التي تمتد إلى خارج حدود منهاتن. كيف يمكن القيام بذلك؟ طبعا لمعرفة نذهب إلى صندوق الأدوات Arc Toolbox. هذا الصندوق نختار منه صندوق الأدوات Analysis Tools، أدوات التحليل. نوسع صندوق Analysis Tools، نذهب إلى الصندوق الفرعي Extract ونأخذ منه الأداة Clip. نذهب إلى الصندوق الفرعي Extract بمعنى استخراج أو اقتطاع أيضا، ونذهب لنأخذ الأداة Clip التي هي أيضا بمعنى قص أو قطع أو تشذيب. طبعا الأداة تفعل بالنقر المضاعف عليها، نقر مضاعف تفتح نافذة الأداة. المطلوب الأول هنا Input Features، ما هي الكائنات التي سأدخلها إلى الأداة لكي يتم قصها؟ إذن أولا سأدخل الكائنات التي سيتم قصها. الكائنات التي سيتم قصها هي طبعا الطرق الموجودة ضمن مقاطعة منهاتن التي استخلصناها سابقا وخزناها في طبقة منهاتن روتس. منهاتن روتس خزناها ضمن مجلد نيويورك. إذا نأخذ طبقة منهاتن روتس التي أنشأناها سابقا هي التي سيتم قصها. السؤال الثاني هنا كليب فيتشرز، ما هي الكائنات التي ستعمل على أنها حدود للقص؟ ما هي الكائنات التي ستشكل حدود للقص؟ طبعا هي طبقة منهاتن، كل شيء خارج حدود منهاتن يجب قصه، إذن هي طبقة منهاتن. أيضا نذهب إلى مجلد نيويورك ونحضر طبقة منهاتن التي أنشأناها سابقا. أين سأخزن الناتج؟ كل أداة تقريبا، طبعا كل أداة من أدوات التول بوكس ينتج عنها عن تنفيذها طبقة جديدة. أين سأخزن الجديدة؟ سأخزنها أيضا في مجلد نيويورك، ولكن سأعطيها اسم لو فرضنا كليب منهاتن روتس. إذن طرق منهاتن أن بعد عملية الكليب، إذن سنسميها كليب منهاتن وروتس. وسيف هنا أوكي لنافذ الكليب، وننتظر حتى يتم تنفيذ الأداة. هنا تتم عملية تنفيذ، ظهرت إشارة الصح أي تم تنفيذ الأداة بشكل صحيح، ونتجت طبقة جديدة هي كليب منهاتن روتس، وتم إضافتها بشكل تلقائي إلى الخريطة. إذن كليب منهاتن روتس تم إضافتها مباشرة. طبعا الآن للنظرة أولى أعتقد أنه لم يتغير شيء، لكن هذه الطرق الخارجة خارج من حدود منهاتن هي من الطبقة الأصلية. نلغي تفعيل الطبقة الأصلية منهاتن روتس قبل الاقتطاع، اختفت كل الطرق التي تمتد خارج حدود منهاتن، وبقي عندنا فقط منهاتن والطرق الواقعة بداخلها. والطرق الواقعة بداخلها طبعا كل طبقة أقوم أنا
اشتقاقها أو استخراجها من طبقة أخرى تأتي مستقلة ويأتي معها جدولها الخاص. هذا جدول الخصائص الخاص بها من أين يأتي؟ أيضاً من يستخلص من الطبقة الأصلية، أيضاً يتم اشتقاقه من جدول الطبقة الأصلية. يأتي كل عنصر مع سجله، يأتي كل عنصر مع سجله، كل كائن يأتي إلى طبقة جديدة مع سجل خصائصه. إذن أصبحت الداتا المطلوب العمل عليها الآن جاهزة. انتهى العمل على توتوريال 8.1، والسؤال المطلوب أو المهمة المطلوب تنفيذها من الطلاب هي انتقاء أي مقاطعة غير منهاتن، هذه هي المقاطعات الكلية، انتقاء لو فرضنا كوينز أو انتقاء مقاطعة أخرى مثلا بروكلاين، أي مقاطعة يريدها الطالب غير منهاتن، ويكرر نفس العمل عليها. أريد من كل طالب أن يختار إحدى المقاطعات ليشكل منها طبقة مستقلة، وأيضا يحدد طرق المترو الواقعة فيها ويشكل طبقة مستقلة تماما. يرفق الجواب أكيد بالصور، يرفق الجواب أكيد جواب هذا السؤال لابد من وجود صورة لنتيجة عمل الطالب. الفيديو الثالث، في هذا الفيديو سوف نتعامل مع الملف توتوريال 8.2. عندما نفتح الملف توتوريال 8.2 نلاحظ وجود طبقتين، الطبقة الأولى من نوع مضلعات هي نيويورك مترو زيبس، أي رموز مناطق المترو في مدينة نيويورك، بالإضافة إلى البورس وهي أيضا طبقة مضلعات تضم البلدات في نيويورك. من بين عمليات التعديل على الداتا التي قد نحتاجها هي عملية دمج الكائنات من نوع بوليجون مع بعضها البعض في كائن واحد، أي أزيل الحدود المشتركة بين الكائنات من نوع بوليجون لتتحول إلى كائن واحد. ولكن لكي أقوم بعملية دمج الكائنات لابد من وجود خاصية لها نفس القيم كي تجمع الكائنات على أساسها، لابد من وجود خاصية لها نفس القيم كي تجمع الكائنات على أساسها. إذا كنا نريد تجميع هذه المضلعات الصغيرة الموجودة في طبقة نيويورك مترو زيبس، أريد أن أجمعها في مضلع واحد كبير، لابد من وجود خاصية مشتركة يتم على أساسها التجميع. إذا لم أحدد خاصية يتم التجميع على أساسها، فإن كل هذه المضلعات الصغيرة كلها الموجودة في كافة الطبقة تتحول إلى كائن واحد. طبعا هنا يكون التجميع قد لا يخدم الهدف المراد منه. لنلاحظ إذن في جدول خصائص الطبقة نيويورك مترو زيبس، هل يوجد خاصية مشتركة أستطيع أن أجمع على أساسها الكائنات؟ نفتح Open Attribute Table، نلاحظ هنا مثلا طبعا Shape Polygon Object ID إلى آخره، وهنا الزيبس. نلاحظ هنا لدينا الحقل Bone Name، نلاحظ يوجد لدي تكرار في هذا الحقل، فمثلا المضلع الأول يعود إلى نيويورك، الثاني نيويورك، الثالث نيويورك، وهكذا. ثم نذهب هنا، نلاحظ أن المضلعات هنا تعود كلها إلى بلدة برونكس، كلها إلى بلدة برونكس، وأيضا في الأسفل هنا عدنا إلى نيويورك، عدنا إلى نيويورك، ثم ذهبنا إلى مثلا بروكلاين، هنا تعود إلى بروكلاين. إذن نلاحظ يوجد قيم مكررة في الحقل بونيم تعود إلى المضلعات الصغيرة، وبالتالي يمكن أن أجمع على أساسها، يمكن أن أجمع على أساسها كل مضلع من هذه المضلعات الصغيرة يشترك بنفس القيمة للنيم هنا بأونيم، يشترك بنفس القيمة يكون مع بعضهم في كائن واحد. كيف يمكن أن أقوم بعملية تجميع الكائنات من نوع المضلعات؟ يوجد أداة تسمى Dissolve تقوم بعملية التجميع للكائنات. نذهب إلى صندوق الأدوات، طبعا من الصندوق الأصلي Data Management Tools، نأخذ الصندوق الفرعي Generalization، وضمنه نلاحظ وجود الأداة Dissolve. بالنقر المضاعف تفتح الأداة،
ما هي الطبقة التي سأدخلها إلى الأداة كي أقوم بتجميع الكائنات الموجودة فيها؟ Input Features. يمكن من هنا من استعراض أن نحضر الطبقة، ويمكننا باختصار تعاملنا سابقا مع هذا الزر، الآن سنتعامل مع هذه القائمة. باختصار هنا يوجد كل طبقات المشروع الذي أعمل عليه. الطبقة التي أريد تجميعها هي نيويورك مترو ديبس، وبالتالي نختار هذه الطبقة. الآن النتيجة، أين سأخزن النتيجة؟ سأخزن النتيجة في مجلد نيويورك، سأخزن النتيجة في مجلد نيويورك. إذن من هنا نذهب إلى مجلد نيويورك، هذا هو مجلد نيويورك الذي نعمل عليه، ونخزن النتيجة ليكن اسمها Dissolve نيويورك للاختصار. NY. و save. طبعا لابد من وجود حقل مشترك أجمع على أساسه الكائنات، أو خاصية مشتركة بين هذه الكائنات لها نفس القيمة لكي يتم تجميع الكائنات على أساسها. عندما استكشفنا جدول خصائص الطبقة، لاحظنا أن الحقل الذي يحوي قيما مكررة أو مشتركة بين الكائنات هو PONAME، وبالتالي لابد من تفعيله ليتم عملية التجميع بناء عليه. ثم OK. ننتظر حتى تنتهي الأداة. انتهت الأداة من عملية Dissolve وتجميع الكائنات، ونلاحظ أنها الطبقة الناتجة. ذكرنا مرارا وتكرارا دائما عن الأدوات ينتج طبقات جديدة تضاف بشكل تلقائي إلى المشروع. أضيفت الطبقة الجديدة Dissolve نيويورك إلى مشروعنا، وهذه هي الطبقة الجديدة. نلاحظ أن المضلعات إذا أخفيناها لطبقتنا الجديدة هكذا كانت، هنا كانت كلها مضلعات صغيرة. كيف تحولت في طبقتنا الجديدة Dissolve؟ أصبحت كلها كائنا واحدا. وأيضا بالنسبة لهذه المناطق، مثلا هنا بروكلاين، كيف كانت إذا أخفينا ظهور الطبقة العلوية؟ كانت عبارة عن كثير من المضلعات الصغيرة، والآن كيف أصبحت في طبقتنا Dissolve نيويورك؟ إذا أظهرناها أصبحت كائناً واحداً. إذن تم عملية تجميع المضلعات في مضلع واحد فقط. طبعاً هذه الطبقة الجديدة لها جدول خصائص يحتوي هذه الكائنات. الآن طلاب سأطرح سؤالاً. هنا ستاتن أيسلاند تم تجميعها في كائن واحد، وهنا منهاتن كل المضلعات الصغيرة التي كانت بها جمعت في كائن واحد، وأيضا هنا أيضا برونكس تم تجميعها في كائن واحد. لماذا كوينز هنا بقيت مضلعات صغيرة؟ لماذا كوينز بقيت المضلعات بها كما هي ولم تجمع في مضلع واحد مشترك؟ هذا هو السؤال. ننهي الفيديو هنا ونتابع في الفيديو المقبل، الفيديو الرابع. سوف نتعامل في هذا الفيديو مع الملف توتوريال 8.3. ماذا يظهر لدينا هنا في الخريطة؟ يظهر لدينا كالمعتاد البورس في مدينة نيويورك، بلدات نيويورك، ولكن بماذا يختلف عن سابقه؟ يختلف أن
كل بلدة من بلدات نيويورك تقع في طبقة واحدة لوحدها. هذه الطبقة تحتوي فقط منهاتن. إذا ألغينا ظهور باقي الطبقات، نلاحظ أن كل طبقة تحتوي كائن واحد فقط. إذن الطبقة الأولى لمنهاتن فقط، نضيف لها الطبقة الثانية كوينز، وهكذا. إذن كل طبقة تحتوي بلدة واحدة من بلدات نيويورك. إذن كل بلدة موجودة على طبقة مستقلة ولها جدولها الخاص. نلاحظ مثلا هنا منهاتن لها جدولها الخاص، وهذا الجدول يحتوي على كائن واحد فقط، لأن كل طبقة تحتوي كائن واحد فقط. من بين عمليات التعديل على الداتا التي قد نحتاجها هي عملية ضم الطبقات المنفصلة في طبقة واحدة، ضم طبقتين أو أكثر من الطبقات المنفصلة في طبقة واحدة، بحيث يصبح لدي طبقة واحدة فقط تحتوي كل بلدات نيويورك. كيف يمكنني أن أقوم بذلك؟ يوجد أداة ضمن التول بوكس هي أبنت، تمكنني من عملية ضم الطبقات المنفصلة في طبقة واحدة. ولكن هنا لدينا خطوة أولى لابد من القيام بها، تختلف، لم ننفذها سابقا في باقي الأدوات، وهي إنشاء شيب فايل جديد فارغ لأضع فيه الطبقة الجديدة. إذن لابد من إنشاء شيب فايل جديد فارغ لأضع فيه الطبقة الجديدة، ويتم إنشاءه قبل إنشاء الطبقة الجديدة حكما. نذهب إلى United States التي تحتوي المجلد نيويورك الذي نعمل عليه، هذا هو المجلد نيويورك. نقرأ يميني على نيويورك ونأخذ نيو، ومن نيو نختار شيب فايل جديد. إذا نيو شيب فايل، تعاملنا مع هذا الأمر سابقا. ماذا سوف نسمي نيم الشيب فايل الجديد؟ ليكن اختصارا أبند ونيويورك. الفيتشر تايب، ما نوع الكائنات الموجودة في هذا الشيب فايل؟ حكما هي من نوع بوليجون، بما أن الطبقات الأصلية التي سأقوم بضمها مع بعضها البعض هي من نوع بوليجون، فحكما الجديدة الحاوية على كل الكائنات ستكون من نوع بوليجون. أوكي. طبعا هنا سوف نضيف الشيب فايل الجديد إلى الخريطة، ولكن مع رسالة تحذير لا يوجد له إرجاع. هذا هو الشيب فايل الجديد الفارغ، تم إضافته إلى الخريطة. إذا ألغينا تفعيل الطبقات الموجودة سابقا، نلاحظ أنه فارغ تماما، لا يحتوي على شيء. إذا أضفنا شيب فايل فارغ لنجمع أو لنضع فيه نتيجة تجميع الطبقات، نذهب الآن إلى تول بوكس، ونذهب إلى صندوق الأدوات Data Management Tools، نوسع الصندوق، نذهب من هنا إلى General، نوسع الصندوق الفرعي، ومن هنا تظهر الأداة Append التي سنتعامل معها لتفتح الأداة. دائما السؤال الأول، ما هي الكائنات التي الطبقات التي سأدخلها إلى الأداة لتتم معالجتها؟ سوف ندخل الطبقات كلها التي أريد تجميعها مع بعضها البعض في طبقة واحدة، وبالتالي من القائمة هنا يمكننا أن نختار الطبقة الأولى هي منهاتن، طبعا الأبنت هو الفارغ نتيجة التجميع، فنختار منهاتن، يتم إضافتها إلى اللائحة هنا، نعود ونختار كوين، وهكذا نختار كل الطبقات. إذن هذه هي الطبقات التي أريد أن أجمعها في طبقة واحدة. أين سأضع النتيجة؟ طبعا سنضعها في الشيب فايل قمنا بإنشائه، وهو الأبند الذي قمنا بإنشائه. هنا من أجل نوع المشروع أو المخطط يجب أن نأخذ نو تيست وأوكي. ننتظر الأداة حتى تنتهي من العمل.
انتهت الأداة من العمل وظهرت لدينا الطبقة الجديدة. هذه هي الطبقة الجديدة أدبنت نيويورك التي تحتوي الكائنات كلها مع بعضها البعض. لنلاحظ جدول خصائص الطبقة الجديدة، يجب أن يحتوي خمس كائنات، يحتوي خمس كائنات وهي البلدات الخمسة التي جمعناها مع بعضها في طبقة واحدة. إذن قمنا بتجميع طبقات منفصلة عن بعضها البعض في طبقة واحدة. ننهي هذا الفيديو هنا. الفيديو الخامس، في هذا الفيديو سوف نفتح الملف توتوريال 8-4. ماذا يوجد في الملف توتوريال 8-4؟ يوجد طبقتين من نوع بوليجون. الطبقة الأولى هي كوين بورو، يعني هي مجرد حدود كوين، منطقة كوين. والطبقة الثانية هي كوين زيبس، وهي المناطق ضمن بلدة كوين. طبعا بالنسبة للطبقة الأولى، جدول الخصائص لها يحتوي على كائن واحد فقط اسمه كوينز. أما بالنسبة للطبقة الثانية وهي مناطق كوينز، فنلاحظ أنه يحتوي على عدة كائنات، يوجد 64 كائن من هنا، ويوجد مجموعة من الاتريبيوت، اسم المنطقة تعود إلى الستيت ولاية نيويورك كلها، والمساحة وعدد السكان، ولكن لا يوجد أي إشارة أنها تعود إلى منطقة أو بلدة كوينز. سنتعلم في هذا الفيديو عملية اجتماع الطبقات، كيف يمكنني أن أقوم بعملية يونيون، اجتماع للطبقات المتداخلة. طبعا هنا نلاحظ إذا كبرنا قليلا هذه المنطقة، نلاحظ عدم تطابق بين حدود كوينز والمناطق ضمن كوينز. هنا يوجد عندي فراغات. أيضا في مناطق أخرى يوجد نفس المشكلة، مثلا هنا نلاحظ أيضا ولو أنها صغيرة جدا ولكن يوجد فراغ، لا تنطبق الحدود على المناطق. هنا لا تنطبق الحدود على المناطق. الآن مع عملية الاجتماع، عملية الاجتماع سوف تحل هذه المشكلة وتملأ كل هذه الفراغات لتنشئ كائنات جديدة. إذن عدم التطابق للطبقات الأصلية التام ينشأ عنه كائنات جديدة. نلاحظ الآن كيف نقوم بعملية اليونيون. نذهب إلى تول بوكس، ومن صندوق الأدوات Analysis Tools نوسع، نأخذ صندوق الأدوات Overlay ونوسع، تظهر الأداة يونيون التي سنعمل عليها. أولا، ما هي الطبقات التي سأدخلها إلى الأداة كي تتم عملية اليونيون عليها؟ هي كوين كمنطقة كوين، وبالإضافة إلى كوين زيبس مناطق كوين. أين سأضع الناتج؟ دائما الناتج نضعه في مجلد نيويورك، مجلد نيويورك، وليكن الاسم يونيون للاختصار، يونيون كوين، مجرد حرف كيو كبيرة، يونيون كوين. وهنا من أجل join attributes نختار all، كل حقول الجداول أريدها أن تظهر في الطبقة الجديدة. تتم عملية تحويل يونيون هنا، ننتظر حتى تنتهي الأداة من عملها. انتهت الأداة من العمل وظهر هنا الطبقة الجديدة وأضيفت مباشرة إلى الخريطة. طبعا هذه الطبقة الجديدة، نلاحظ إذا قمنا بتكبير نفس المنطقة السابقة التي كبرناها من قبل، نلاحظ تم ملأها بكائنات جديدة. إذن تم ملأها بكائنات جديدة. ونلاحظ هنا إذا فتحنا جدول خصائص الطبقة، لاحظ إذا فتحنا جدول خصائص الطبقة الجديدة، طبعا نلاحظ هنا يوجد لدينا كافة الحقول من الطبقتين، كافة الحقول من الطبقتين. ونسأل هنا لدي 98 كائن
كانت الطبقة السابقة مناطق كوين كانت 64 على ما أذكر، أصبحت 98 كائناً جديداً. المفروض الطالب يعرف من أين أتت هذه الكائنات الجديدة، وأصبحت كل منطقة تعود إلى كوين. هذا الحقل أتى من طبقة كوين بورو، وأصبحت كل منطقة معروف أنها تعود إلى كوين. لكن هذه المناطق هنا لماذا لا يكتب هنا كوين؟ سؤال للطلاب. هذه المناطق هنا لها اسم كوين. أرجو من الطلاب الإجابة على هذا السؤال.